صباح الخير، نشكر رب لأجل حضوره في وسطينا، نشكر رب لأجل صباح يوم جديد وإحسان جديد من عند الرب. نتوقع يوم مبارك في اسم الرب يسوع، ونتوقع أن الرب هيدينا نلمس حضوره ومجده بطريقة غير عادية. نفسي قبل ما نبدأ عبادة وتسبيح تعالوا ناخد مع بعض مزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا، وهو في وسط البرية الصعبة رنم الترنيمة دي. بدأ يقول كده: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي، وبظل جناحيك أبتهج. هللويا هللويا. بص يقول له يعني أنا جاي النهاردة، يقول للرب كده: شفتاي تسبحانك، ومرة تاني: وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. عشان كده غمض عينيك وغمض عينيك معايا، وتعالوا نقول للرب وسط البرية، وسط الأوقات الصعبة، عايزين ندي لك المجد اللي يليق بيك. وسط البرية ادينا، نملى البرية بتسبحات لجلالك يا رب، إنك معين وصديق ماشي معانا الرحلة، مش بتسيبنا. يلا مين يقوله كده: عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. قوله تعالى النهاردة بمياه حية. السيد وقف في يوم الأيام في اليوم الأخير العظيم من العيد، ونادى بصوت عظيم قائلا: إن عطش أحد فليقبل ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. تعالى النهاردة أقول له: يا روح الله، مياه جديدة، مياه جديدة، فيض جديد، إعلان جديد وسط البرية، وسط الأخبار المزعجة. قول للرب النهاردة: عايزين نشوفك، وعايزين نلمس حضورك ونلمس مجدك. ارفع ايدك للسماء كده، ارفع ايدك للسماء، قل له: اتوقعك في هذا الصباح يا رب، اتوقعك في هذا الصباح يا رب. يلا مين يقول له: انا متاح ليك في هذا الصباح، انا عيني على السماء، عيني على السماء، مش على اشخاص، لكن على حضورك، على حضورك، على حضورك في هذا الصباح. في اسم الرب يسوع اتوقع لمسات للروح القدس وسط الاجتماع، ولكل حد بيشاهدنا في هذا الصباح يا رب. زور بيوت في هذا الصباح، والمس أجساد تعبانة ونفوس منحنية، وأشخاص بيمروا في برية صعبة منتظرينك في هذا الصباح. يلا أحبائي، وإحنا بنعبده وبنصلي، خلونا مكملين الوقت اللي جاي في صلاة. رب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. أشكر رب لصلاحه في هذا الوقت. أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. أنت صالح للكل، أشكرك. أنت صالح للكل، مبارك اسمك. أنت صالح للكل،
في ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. قول رب شاور علي ورد قول رب أنت صالح للكل. عظم رب الأمن صلاحه. أنت صالح للكل مراحمك. أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك. ينطقون وبجبروتك يتكلمون. ملكك ملك كل الدور وسلطانك في كل دور فدور دور فدور. نفوسنا النهاردة جاية تبارك اسمك وتعليك يا رب. النهارده يا رب جايين نقدم ذبيحه حمد يا رب من قلب فايض من قلب يا رب دايب بالحب في حضورك يا رب. جايين النهارده قدام صلاحك قدام حبك قدام احسانك قدام مراحمك التي لا تزول. جايين النهارده نقدم ذبيحتنا في حب يا رب. يلي اديتني حياتك حب انا بهدي حياتي اليك. حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن في ايدك. كم واحد يقولها النهارده؟ يلي اديتني حياتك حب انا بهدي حياتي اليك. حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن في ايديك. قلبي يغني اكيد طول ما الحب يزيد. قلبي يغني أكيد طول ما الحب يزيد ويزيد الإيمان يا وطن الإنسان ويزيد الإيمان يا وطن علمني علمني أقدم ليك تسبح يرفعني إليك. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني إليك وأكون كذبيحة حمدنا من إيديك. وأكون كذبيحة حمدنا جاي بذبيحة حمد يا رب. جاي بذبيحة حمد بقدمها بقلبي الفرحان. جاي بلحن في إيدي وكلمة بقدمها بإيمان. جاي بذبيحة حمد بقدمها بقلبي الفرحان. جاي بلحن في إيدي وكلمة بقدمها بإيمان. جاي وبقدم ليك من اللي في إيدك ليك. جاي وبقدم ليك من اللي في ايدك ليك يا وطن الانسان يا وطن الانسان يا وطن الانسان. علمني اقدم ليك تسبح يرفعني اليك. علمني اقدم ليك تسبح يرفعني اليك واكون كذبيحة حمدنا من ايديك. وأكون كذبيحة حمد. تيجي نغني الاسم. اسمك أحلى يا رب.
اسمك احلى اسامي الدنيا واحلى اسامي الكون. مجد الاسم يسعنا الغالي وللجنب المطعون. اسمك احلى اسامي الدنيا واحلى اسامي الكون. مجد الاسم يسعنا الغالي وللجنب المطعون. شمس الارض تغيب والنور يبقى صليب. شمس الارض تغيب والنور يبقى صليب. رايت الحق تبان يا وطن الانسان. رايت الحق تبان يا وطن. علمني علمني اقدم ليك تسبح يرفعني اليك. علمني اقدم ليك تسبح يرفعني اليك. واكون كذبيحة حمد انا بين ايديك. واكون كذبيحة. يسوع ملك المجد ملك المجد. يسوع ملك المجد واسمك عالي في ايديك السلطان. امم الارض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. ملك المجد واسمك عالي في ايديك السلطان. امم الارض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. كبرى تسجد لي تخضع تحت ايديك. تخضع تحت ايديك يا صاحب السلطان. يا صاحب السلطان يا وطن الإنسان. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني إليك. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني إليك. وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك. وأكون كذبيحة حمد أنا بين إيديك. علمني دايما في حضورك يا رب أكون ذبيحة حية. أمين. أكون ذبيحة حية أنا وكلامي وترنيمي وخدمتي وقلبي ودوافعي وعطاياي. أكون ذبيحة حمد ذبيحة حية يا رب أقدمها بحب قدام جلالك وقدام شخصك يا رب. تيجي رنم العدد ده مرة تاني حتى لو مش ظهر قدامك. قول له كده يلي اديتني حياتك حب. يلي اديتني حياتك حب. النهاردة أنا جاي أبادلك الحب بحب. وأقول لك مع المختبر نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. كم واحد جاي متحمس كده ومتشجع بالرب كده جاي يرنم ويفرح بالرب. تيجي نقف ونسبح رب الكلمات دي. يلي اديتني حياتك حب مرة تقول. يلي اديتني حياتك حب. أنا بهدي حياتي إليك. حبك ساكن جوه القلب وقلبي ساكن. قول يلي اديتني. يلي اديتني حياتك حب. أنا بهدي حياتي يسوع. قلبي غني أكيد طول ما الحب يزيد. 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 ويزيد الإيمان يا وطن الإنسان. ويزيد الإيمان. ارفع إيدك للسماء قول له علمني. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني إليك. علمني أقدم ليك تسبح يرفعني. علمني 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 أقدم ليك تسبح يرفع. علمني علمني أقدم ليك تسبح يرفعني إليك. وأكون كذبيحة حمد أنا من إيديك. وأكون كذبيحة حمد أنا من إيديك. واتبناني رضي بيا اشتراني. حن عليا حن عليا. اتبناني رضي بيا واشتراني. حن عليا ابن وليا شأن كبير. ابويا يبقى القدير. ابن وليا شأن كبير. ابويا يبقى القدير. وسخف من الشرير مهما جاني. رضي بيا اشتراني. يسوع اشتراني. وعلى
يفتحني كمان ويرسماني اتمناني رضي بيا اشتراني حن عليا حن عليا اتمناني يسوع رضي بيا اشتراني حن عليا نساني الماضي الأليم خلى لساني والترنيم نساني الماضي الأليم خلى لساني والترنيم يسوع غسلني بدمه الكريم وفداني اتبناني رضي بيا رضي بيا اشتراني يسوع حن عليا اتبناني هللويا رضي بيا اشتراني الماضي الأليم خلى لساني قل ترنيم نساني الماضي الأليم خلى لساني قل ترنيم غسلني بدمه الكريم وفداني اتبناني رضي بيا هللويا اشتراني حن عليا يسوع اتبناني رضي بيا اشتراني يسوع اداني الخلاص تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص ماشي مع مرفوع الراس علم قامي اتبناني رضي بيا اشتراني يسوع حن علي هللويا اتبناني رضي بيا اشتراني كم واحد يقوله كده طول السنين ابني خاضع وامين هعيش له طول السنين ابني خاضع وامين ولا حد عنه شمال ويمين طول ايامي اتبناني رضي بيا هللويا اتبناني يسوعي رضي بيا جريت وراء عروس النشيد وقالت وسألت كل الناس فين هو اللي بتحبه نفسي ده اللي بتجرى عليه نفسي اللي بتدور عليه نفسي النهاردة بقولك وبقولها لكل نفسي لو أرض الحياة لو أرض العالم لو أرض الأرض نشفت من الحب يوجد حب أبدا 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 ما يدوب أو ينشف مع الأيام أي حب في الوجود نبعه حب يسوع انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله مجد للرب كم واحد بيحبه كم واحد بيحبه يستاهل يتحب أحبك معنى كل وجود وأحبك والكلام محدود أحبك معنى كل وجود وحبك والكلام محدود وحبك عدى كل سدود حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا كم واحد يقولها له من قلبه النهاردة أحبك تنتهي الألمات أحبك تبتدي النغمات أحبك انتهي الألمات أحبك انتهي النغمات وحبك حبي للنهايات حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار أحبك فوق صليب العار أحبك باللهيب النار أحبك أحبك الأسى وتدور أحبك
يا يسوع يا غالي على جبل عالي، قوله انفرد انفرد بيا وحقق لأمام، ناد عليه ناد عليه يا يسوع يا غالي يا غالي على جبل عالي، قوله خذني يا رب في حضور جديد الرب كتير قوي لأجلكم النهارده، وانتوا جايين قلبكم مليان بالعبادة والترنيم والتسبيح. لو في إمكان أسقف لكم علشان بترنموا من غير أي كلام قدامكم النهارده، قلبكم بيرنم من غير الكلام ما بيجي قدامكم. بشكر ربنا. كم واحد عايز أقول لرب كلام جديد بقلب جديد بذبيحة جديدة زي ما كنا بنقول من شوية؟ يا رب هنرنم ليك، يا رب هننشد ليك بكياننا بأجسادنا بفكرنا بكل ما فينا، ذبيحة حية ترضيك، ذبيحة تكرمك وتعليك يا رب. كم واحد يقوله كده؟ عند الصليب نتسب النهاردة يا رب، عند الصليب نتسبي عشان نعرف ندي بحب، نعرف ندي بقلب، ونعرف ندي بلا مضض، يعني مش بالعافية أو بالزق هندي، لا ده احنا هنقدم ذبيحتنا بحب ونعيش طول عمرنا
نحبك لأنك أحببتنا إلى المنتهى وأحببتنا فضلا يا رب. انت هدف أهداف العمر اللي أنا بحيا علشان أرضي. قوله انت، انت حبيب أحباب القلب اللي انت ملكته قصر. قولها للرب، قول للرب. انت هدف أهداف، قوم رنم، قوم رنم. عايزين نقوله كده، لما حضورك وحبك وقوة عمل صليبك تيجي على قلبي، قلبي يرنم وقلبي يدي وقلبي يحب، قلبي يحب. كم واحد شاعر ان ربنا عايز قلبك النهاردة مش يقول كلام او يتحرك في اتجاهات زي بتاعت زمان، لا عايز قلبي يحب الايام دي اللي بيعمله عدو الخير انه مرات كتير قوي يكئبك في ظروف الحياة الصعبة والتقيلة علشان القلب ينشف منه الحب. لكن قول النهارده كده، انا قلبي جاي يقول وقلبي جاي يرنم وقلبي جاي يحبك وقلبي جاي يعبدك، وجاي النهارده بقلبي، النهارده قلبي ولحمي يهتفان للاله الحي. بترنمه بحماس رهيب ونشاط رهيب وتكشيره رهيبه. كم واحد فرحان بالرب، كم واحد فرحان بالرب. بص على جنبك كده قوله كده، القلب النهارده يتملوا بحضوره وفرح. هنعزف لكم وانتوا هترنموا. امين. لا امين ما جاتش. امين. هنعزف لكم وانتوا هترنموا. قلبي ثابت بحبك ليا، ومحلاها العبوديه معاك، دي الحريه ودي الابديه وفرح المجد يتم هنا. قلبي ثابت بحبك ليا، الحريه والابديه فرح المجد.
لو تعلم عاني الفرحة. قلبي هيغني للمسيح بإيمان، أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. خلي يا نفسي وتحضر بعدك بعدك إيماني، شايف إلهي انا هفرح وقت مجد الليل، مجد الليل مجد الليل، انا هفرح وقت مجد الليل. عندنا ترتيلة بتقول كده، يعني ايه تعلن ايمانك؟ يعني ايه تحب؟ يعني ايه النهاردة تبارك الرب عشان كل عطاياه؟ يعني ايه تقول مع داود الكلمات الجميلة، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. النهاردة الايمان اللي لينا عندك يا رب، والايمان اللي موجود جوه كياناتنا النهاردة، يواجه ظروف الحياة بحب، ونقول ونختبر ونقول لكل الناس اللي حوالينا ان في حب حقيقي اسمه الله يبارككم اسمه النهارده جايين متحمسين كلكم، يعني رب مجد للرب. يعني ايه تعلن ايمانك قصاد عيانك؟ ده التحدي، ده اللي يكسر الواقع بتاعك والواقع بتاعك. الايمان اللي جوانا اللي معجون بالمحبه الالهيه يواجه العيان اللي مرات كتير قوي يشدنا بره العشره معاه وبرا الشركة معاه وبرا الحب وعلاقة الحب اللي بيننا وبينه. يعني تفضل شديد وواقف مهما حظ الدنيا خانك، لكن لينا حظ تاني، نصيبي هو الرب قالت نفسي. يلا نسمع مع بعض الكلمات دي، هتلاقوها سهلة وهنرتلها مع بعضنا. يعني ايه تعلن ايمانك؟ يعني ايه يعني تمشي تزع صلاح وتنادي بيه قصاد عيانك؟ يعني تفضل شديد وواقف مهما حظ الدنيا خانك؟ يعني تمشي تزع صلاح وتنادي بيه قصاد عيانك؟ يعني تفضل شديد وواقف مهما حظ الدنيا خانك؟ المسيح هو الضمان وسط دنيا حلاها مر، والحياة من غير إيمان أبدا ما فيها شيء يصر. المسيح هو الضمان وسط دنيا حلاها مر، والحياة من غير إيمان أبدا ما فيها شيء يصر. يعني إيه تعلن إيمانك؟ يعني إيه يعني لما الريح بتعصف تفضل انت واقف مكانك؟
يعني لما الحلم يهرب ما تكونش نهاية زمانك، يعني لما الريح تتعصف تفضل انت واقف مكانك، يعني لما الحلم يهرب ما تكونش نهاية زمانك. المسيح هو الضمان، قصد دنيا حلاها مر، والحياة من غير إيمان أبدا ما فيها شيء يزر. المسيح هو الضمان، قصد دنيا حلاها مر، والحياة من غير إيمان أبدا ما فيها شيء يزر. يعني ايه تعلن ايمانك؟ يعني ايه؟ يعني قبل ما تيجي حاجة اليقين يملا كيانك، يعني ظرفك مر قاسي وانت شايفه خير عشانك، يعني قبل ما تيجي حاجة اليقين يملا كيانك، يعني ظرفك مر قاسي وانت شايفه خير عشانك. المسيح هو الضمان، وسط دنيا حلاها مر، والحياة من غير إيمان أبدا ما فيها شيء يسر. ومن يدوق الحب كله يكتفي، من السباحة في مياه من الحياة، يا نفسي هي توصفي الحب عنك بالصفات ومن الأسماء. يلا مع بعض كلنا. ومن يدوق الحب كله يكتفي، من السباحة في مياه من الحياة، يا نفسي هيبي ووعدي وتوصفي الحب عدى، الحب عدى بالصفات وبالأسماء، وتوعي تفلت العيون من شمسها، سيب الشباب يطلع لأصله في الإله، سيب الروح بنت نفسي مسها، وشدها بالشوق ناحية قلب السماء، سيب الروح بنت نفسي مسها، وشدها بالشوق ناحية قلب السماء. قولي صلاة وقولي يا طير السعاد، عيش الصلاة لكل عين عند البشر نور واتجاه، لما عيون الحق دربها صلاة، هم العيون الدنيا كله في القرى، والعابدين عيونهم اتبلت كلنا. لكل عين عند البشر نور واتجاه، لما عيون الحق دربها صلاة، من العيون الدنيا كله في التراب، والعابدين عيونهم اهمل الحياة، وفي مياه الراحة راحت القلوب، كل الرؤى متاحة للي جاي يروح، عيد الدور لما حتهرب من عيونه.
مش كل عين بتشوف ومش كل قلب بيحب ومش كل جسد بيحس. نوح أطلق الحمامة علشان تطلع وتجس الأرض، لكن يقول كتاب تعبير في منتهى الجمال إنها ما لقتش مكان لموطئ قدميها من كتر الجثث وريحة الموت. ودي حالة المؤمن اللي مر كتير قوي، يطلع للعالم كل ما رجليه تدوس في العالم أكتر كل ما ريحة الموت تقربوا ناحية الرب أكتر. لو أنت أو أنا مش جوان المشاعر دي إحنا تبقى في حاجة غلط. رجعت بسرعة مرة تاني للمكان الآمن، لمكان الدفء مرة تاني، لأن برا المكان ده لا في حب ولا في حياة، وبرا حضورك يا رب لا في حب ولا في حياة. عندنا ترتيلة قديمة تعالوا نرتلها قبل ما نستمتع بكلمة الرب. بتقول كلمات جميلة قوي: أنا عايش في الفلك، أنا عايش في سفينة المسيح، أنا قلبي مطمن جدا. هللويا، كم واحد يقول هللويا معايا النهاردة؟ أنا قلبي مطمن جدا، لأن في جوه السفينة بتاعته وجوه المركبة بتاعته وجوه الفلك بتاعه حب حقيقي وصدق حقيقي ومشاعر حقيقية وأبوة حقيقية وإخوة حقيقية. أنا عايش في الفلك، أنا عايش في سفينة المسيح، أنا قلبي مطمن جدا وضميري فارغ. مع بعض: أنا عايش في الفلك، أنا عايش، أنا قلبي مطمن جدا وضميري كلنا مع بعض.
يسوع فدينا هنعيش 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 طول العمر نصلي ونمجد اسمه العظيم ونسبح بشر كل الناس بالإنجيل والخلاص وبشر كل الناس بالإنجيل والخلاص والباب مفتوح للي يدخل أشرار جميع الأجناس والباب مفتوح فرحانا بنعلي غنانا الاسم اللي فدانا ارفع هات الآلة ورنم هاتوا الأوتار عضو مزمار هنوا الأشعار الاسم المسيح قولوا هللويا هللويا قولوا هللويا زي إلهنا لمقام رفعنا ومع أجلسنا في السماوية يسوع بقى هو فرحنا ودم أهلنا ومع بعيننا هنشوف آيات قولوا هللويا هللويا أروع آية نشوفها في حضورك النهاردة يا رب، إنك تلمس قلوبنا وحواسنا ومشاعرنا في حضورك علشان نحبك كما أحببتنا، والاسم كل المجد أمين. شكر رب لأجل حضوره في وقت العبادة والتسبيح، ونثق كمان ان عنده كلام خاص لكل حد فينا. كم حد يقول معايا امين؟ هستأذنكم بس الكمامات واحنا قاعدين كده، انا عارف انه يعني مش متعودين قوي وبتخنقنا، بس معلش لسلامتكم الرب يحميكم ويحمي بيوتكم في اسم الرب يسوع. نفسي اقرا مع حضراتكم تكملة لموضوع الاسبوع الماضي. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنقرأ من كلمة الله. أخذ ثلاثة مواضع كتابية من كلمة الله. القراءة الأولى في ملاخي 3 وعدد 7. ملاخي 3:7 الرب بيكلم شعبه بهذه الكلمات في آخر أسفار العهد القديم: من أيام أبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة، وقد لعنتم لعنا وأنتم إياي سلبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيت طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لأفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكي تثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود. القراءة الثانية من كرونسوس الثانية صح 8 والأعداد الأولى. كرونسوس الثانية 8: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة لنا في كنائس مقدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم
لأنهم أعطوا حسب الطاقة وأنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بكل طلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. كرونس الثانية 9 الإصحاح اللي بعده، وخلينا أخذ من عدد 7 أو عدد 6، خلينا أخذ من عدد 6 كده. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن واضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الرب، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. آمين آمين. اتفضلوا. حقيقة الأسبوع اللي فات أنا توقعت يعني أنه يعني التعليم عن العطاء مرات كتير مش بيبقى مقبول، لكن فوجئنا بكم من الرسائل غير عادي على موقع الكنيسة، وعندي ناس كتير بيقولوا في الحقيقة احنا حابين ان الموضوع ده يكمل. في 3 مشاكل في التعليم عن العطاء. المشكلة الاولى انه ربط العطاء بالجمع، انه احنا نتكلم عن العطاء لما نحب نعمل ايه؟ نجمع. فالتعليم بيبقى مشوه، انه انا بعلمك عشان انا بدي لك مقدمة ان احنا هنجمع. فربط الكنائس العطاء بالجمع ده مشكلة كبيرة. بس المشكلة التانية انه الناس في الحقيقة مش بيحبوا يعني الكلام عن العطاء. انت كلمنا عن البركات وكلمني عن عطايا الله ليا، لكن ما تكلمنيش عن عطايا للرب. لكن الحاجة التالتة كمان خوف الخدام من التعليم عن العطاء. ليه بقى؟ لألا يقولوا ده بتاع فلوس. بس الحقيقة هذا التعليم تعليم خطير جدا. في الحقيقة العهد القديم كله الرب كان يكلم شعبه في كل الأصفار، ولا نهضة في العهد القديم لا يسبقها عطاء وعطاء بفيض غير عادي. في الحقيقة نفسي حكي معاكم شوية انه الرب يسوع، احنا مرات كتير بعض الناس يسألوني يقول على فكرة ما جاش ولا سيرة عن موضوع العطاء ده، العشور في العهد الجديد، انت جبتها منين؟ لا، ده الرب يسوع شخصيا قال كلام كتير عن العطاء، وهنشوف عن العطاء في العهد الجديد. بس الرب يسوع لما اتكلم راح قال انه في الحقيقة انه الكتبة والفرسيين بيدوا كتير، والرب كان بيتكلم وصادق على الكلام ده، وهو بيقول انه الناس الكتبة والفرسيين بيعشروا النعنع. النعناع ده لو واحد عامل جورتين نعناع للبيت للاستخدام طلعه، يعني انت لما تروح تشتري اي حاجة من السوق خضرة كده يدي لك واحدة نعناع، يدي لك واحدة شبت كده فول. فلو عنده شوية نعناع او شبت او حبة كمون كان يدي العشور بتاعتهم. وراح الرب قال بس تركوا اعمال الرحمة، وراح الرب مأكد على العشور دي، قال انه ينبغي ان تفعل هذه العشور ولا تترك تلك. فصادق على موضوع العشور في العهد الجديد. الاسبوع اللي فات خدنا نقطة واحدة عن العطاء في العهد القديم، النهاردة هكمل بسرعة وناخد كمان العطاء في العهد الجديد. خدنا انه اول عطاء كانوا الشعب يقدموه كان يقدم حاجة اسمها العشور، وقرينا في ملاخي 3:10 هاتوا جميع العشور واعملوا ايه وجربوني. في الحقيقة في 3 أعشار موجودين في كلمة الله، واللي حابب يرجع لهم بالتفصيل يرجع لخدمة الأسبوع اللي فات على موقع الكنيسة، انه كان العشر الأول ده مكانه بيت الرب ليكون في بيتي طعام. العشر الأول ده ممنوع المساس بيه، لا يفك ولا يعني يؤخذ منه ولا يبدل. الرب يقول عنه كده بالنص ان العشر الأول ده لبيتي، وإذا فكيته تروح أنت في العشر الأول ده ترده زائد الخمس.
العشر الثاني بقى، العشر الثاني ده اسمه عشر خاص جدا. يعني مثلا هقول، خلوني اشبه مثلا على واحد دخله مثلا 1000 جنيه. العشر الاول 100 جنيه، دي ممنوع الاقتراب منها، دي مكانها بيت الرب، ده بحسب التعليم الكتابي، ماليش دعوه ايه اللي بيحصل دلوقتي. بعد كده هيفضل معاه كام؟ 900. 900 دول يروح مطلع منهم عشر اللي هو كام؟ 90. 90 دول يعمل بيهم ايه بقى؟ يروح واخدهم كده ويصعد في وقت الرب يحدده، وفي بيت الرب يصعد ومعه عائلته واصدقائه ليفرح امام الرب. لو المسافة طويلة عليه وسفر، يفك العشر ده، يبيعه فضة وياخدوا الفضة دي ويروح بيها قدام الرب، يشتري الذبايح يقدم للرب، وياكل مع عيلته قدام الرب، ويدي الكاهن من الذبيحة، وهو ياخد جزء من الذبيحة ويفرح بيها أمام الرب. العشر الثاني ده كان اسمه عشر العبادة، بس كان يطلع كل 3 سنين عشر ثالث، كل ما يمضي عليه 3 سنين يروح مطلع عشر ثالث ويضعه في الأبواب. في الأبواب بقى ده كان للأرملة واليتيم والنزيل، اللي قال كده إنه ده يوضع في الأبواب. حقيقة ده موضوع الثلاث أعشار بتاعت العهد القديم، بس كان في حاجات تاني يقدمها، حاجة اسمها التقدمة. رقم 2، العشور وإيه؟ والتقدمات، وتقدمات برضو بالجمع. التقدمة دي كان لها اتجاهين، واللي حابب يقرأ الموضوع ده هيقرأه في مكانين، تقرأ مثلا عنه بالتفصيل في خروج 35، وتقرأ عنه مثلا في عزرة 2، وتقرأ عنه في مواضع كتير قوي. حاجة اسمها التقدمات. ايه التقدمات؟ التقدمات دي لما كان يبقى فيه احتياج في بيت الرب، كانوا الشعب، لدرجة انه مرة من المرات موسى قال للشعب كفاية، عطاكم ازيد من المطلوب بكتير، فالاتجاه الاول. لكن كمان التقدمات دي لكل واحد يحسه قلبه ان يعطي، ربنا شغله كان يعطي لخدام الرب، للكهنة، للاويين، للمحتاجين، لحد من الأسرة. السؤال اللي دايما يجيلي، هل لو انا عند حد من الأسرة محتاج، مثلا قريب او حد محتاج، او واحد يقول لي عندي بابا وماما، هل ينفع اديهم العشور؟ حبيبي الغالي دول ملزمين من، لو انت خدت العشر ورحت مدي ليهم تحول الى تقدمة، يبقى انت ما بتدفعش عشور، انت دفعت تقدمة فقط. فزمان كان معروف العشور مكانها فين، لكن التقدمات يقول كده انه كل واحد كما يحسه قلبه. ده موضوع خطير جدا. فكان التقدمات دي جزء منها كان لبيت الرب لو في احتياج طارئ، زي ما احنا بننبه مرة مثلا محتاجين للبس، مرة محتاجين للكاميرات، مرة محتاجين مثلا لعمل الله، زي ما كان الكنيسة بتتبني، ده احتياج. لكن ايضا لمباركة الاخرين التقدمات، مثلا خدام الرب المتفرغين، الناس اللي عندهم احتياج، لو عند حد في العيلة، وده أمر هام جدا. بس كان في حاجة ثالثة الشعب في العهد القديم بيقدمها، اسمها في الحقيقة مش بس العشور والتقدمات، بس كان يقدموا حاجة جميلة تاني اسمها الذبائح. والذبائح دي كان فيه ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، وبعدين في ذبيحة السبت، وفي الأعياد، وفي يوم الكفارة. كان في مجموعة كده من الأوقات اللي بيتقدم فيها الذبايح. وبعدين كان يتكلم بعد كده، لو تحبوا تدرسوا موضوع الذبايح ده هتلاقوه في لاويين من 1 لـ5. كان في المحرقة رقم 1، وبعدين قربان الدقيق. وقربان الدقيق ده كانت تقدمة تقدم للرب. ايه قربان الدقيق؟ اختها تخبز، بتحب ربنا جدا، فقبل ما تخبز كده تروح واخده كبشتين بايديها كده، او شويه من الدقيق، وتقول ايه؟ قبل ما اخبز الدقيق ده عشان يتبارك، هروح اقدم منه قربان دقيق للرب. بس لو هي بتحب ربنا قوي، تروح عاملاه فطير ملتوت بزيت بدون خميره، لانه الخميره كانت في العهد القديم اشاره للشر، فبدون خميره تروح عاملاه فطير. او لو واحد بيعمل فريق في الغيط، قبل ما يروحوا للبيت يروح واخد منه يقدم، وكلهم من القمح. ليه؟ حبة الحنطة في يوحنا 12:24، اللي لم تقع وتموا تبقى وحدها. فكانوا يقدموا ذبايح.
بس كان عندهم حاجة رابعة اسمها البكورات. ايه البكورات دي؟ كل فاتح رحم اول مولود للغنم وللبقر، وكان في بعض الحيوانات تفدى بفلوس، والبكر المولود يدفع لي لأجله فلوس. كانوا يحبوا يباركوا الرب بالبكورة عشان يقولوا وأول حزمة حصادك وأول قطافك، كانوا يحبوا يقولوا ربنا أنت رقم واحد. كان حاجة اسمها البكورات. بس كان عندهم حاجة اسمها النذور. النذور دي كان الواحد يندر نادر للرب، والنذور دي في الحقيقة خطيرة جدا. يعني كان يقول واحد مثلا ايه، انا لو ربنا عدى الوقت ده علي مثلا في الامر الفلاني، انا هدي قد كده، انا هعمل ده، انا هقدم الذبيحة دي، انا هدفع كذا. فكان عندهم حاجة اسمها النذور. وفي الحقيقة واحدة من الايات الخطيرة في جامعة 5:4-5 كان يتكلم عن النذور دي في تحذير خطير جدا. يقول لك ايه؟ اذا نظرت نذرا، لو انت في يوم من الايام نذرت نذر، فلا اذا نظرت نذرا لله فلا تتاخر. في جامعة 5:4 يقول كده، فلا تتاخر عن الوفاء به لانه لا يصر بالجهال. فوفي بما نذرته أن لا تنذر خيرا من أن تنذر ولا تفي. إنك لو أنت نذرت نذر للرب، واحد يبقى في أزمة كده يقول لك إيه، أنا لو ربنا حل الأزمة دي هعمل كذا. لو ربنا حل الأزمة دي، وبعد ما ربنا يحل الأزمة، لا مش بينسى، هو بيتناسى، يعمل نفسه مش واخد باله. فالنذور. كان عندهم حاجة يعني أخيرة كان اسمها، أو حاجتين، حاجة رقم 6 اسمها النوافل. كلمة نوافل دي مفردها نافلة. ايه النافلة دي؟ قعدت ارجع لترجمتها، ده حاجة فوق المطلوب، مش مطلوبة منك. بس الناس مع البركة اللي ربنا كان بيديها لهم بزيادة، واحد يجي يكرم الرب فوق المطلوب. يعني مثلا مطلوب منه عشر وعشر وعشر، يقول انا هدي ربنا النص مثلا. يعني واحد مش مطلوب منه يروح واخد ده ومودي لبيت الرب، اسمها نوافلكم. دي تلاقيها كتير في العهد القديم وانت بتقرا. بس كان حاجة أخيرة في العهد القديم يقدموها، ودي كانت خطيرة جدا حقيقة، كانوا بيعملوها بأمر من الرب، حاجة اسمها ال 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 زوايا الحقل. وإيه بقى؟ واللقاط. إيه زوايا الحقل دي؟ يعني والحاجات اللي عارفين لما طلعت رعوس تلتقط، راحت في حقل مين؟ بوعز. فتلتقط يعني في سنابل بتقع من الناس الحصادين. فالرب أمرهم اللي يقع منك في الأرض ما تاخدوش، والحزمة اللي تنساها في الحقل ما ترجعش تاخدها، ولما تقطف كرمك ما تعيدش عليه مرتين. وعايز اقول لك، وانت الفلاحين يفهموني كويس، لما تيجي تحصد الحقل تسيب الزوايا، داير ما يدور حوالين الحقل. يعني مثلا لو الحقل كده تسيب متر مترين، داير ما يدور كده حوالين الحقل. ليه يا رب؟ قال له عشان الأرملة واليتيم يلاقوا اكل ياكلوه، فما تنشفش قوي قوي على الحقل بتاعك. فلو وقعت منك حزمة ما توطيش تاخدها. ولما كان يروح فقير يلتقط في الحصاد وراء شعب الله، كان زي ما قال بوعز كده، انسلوا لها من الشمائل. الشمائل دي الحزم، فتروحوا سحبين من الحزمة وترمولها. ليه؟ عشان ما تحرجوهاش، فخليها تاخد وهي مبسوطة. انا لو اديت لها حزمة كده يبقى كأنه انا بديها كده، يعني بمن عليها او بديها عطية. لكن كنت لقيه لقاط في الارض، ده من حقها. فكان بيحافظ على مشاعر الأرامل والأيتام. فكان في حاجات دولة يعني لو عدتهم، عشور وتقدمات وزبايح ونذور ونوافل، وبعدين زوايا الحقل واللقاط والبكورات، دولة 7 حاجات في العهد القديم. طيب بالنسبة للعطاء في العهد الجديد، وده اللي همنا قوي قوي، يعني موضوع العطاء في العهد الجديد ده موضوع كبير جداً. سعلى قد الرب ما يديني وقت، خلينا احط معاكم شوية حاجات هامة جدا جدا. انه المسيح شخصيا تكلم في العطاء من مجموع الامثال اللي الرب يسوع، قدمها، في 11 مثل اتكلم فيهم عن المال وعن العطاء. فالرب يسوع كان يتكلم كتير عن العطاء، مع انه ما كانش محتاج
وما كانش بياخد من حد حاجة، لكن المسيح كان بيحب ان هو يعلم الشعب عن العطاء. بس في الحقيقة كمان في آية من الآيات أخويا ماهر يطلعها لنا في سفر الأعمال، وبولس بيكلم كنيسة أفس والقسوس والخدام، قال لهم كده في أعمال 20:35، قال لهم متذكرين كلمات الرب يسوع، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. على فكرة لما تدور في الأناجيل الأربعة ما تلاقيش الآية دي، بس في الغالب شراح الكتاب المقدس بيقولوا حاجة من اتنين، يا بولس سمعها من حد من الرسل اللي كانوا ملاصقين للرب يسوع، يا إما ده كان إعلان خاص من الرب يسوع شخصيا لبولس. بيقول كده إنه في كل شيء أريتكم، هو كخادم، أنه ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وفي الحقيقة هنا الآية دي ليها معنى خطير جدا، أن السعادة في العطاء أكثر من الأخذ. بس في الحقيقة ده مش الواقع، أنا لما باخد ببقى إيه؟ سعيد، بس لما أدي ببقى مبسوط. وعلى فكرة ده شرط من الشروط، هنشوف بعد شوية لما تيجي تدي لابد أن تكون فرح. ولو هتدي عن اضطرار، اوعى في يوم من الأيام تدي لأنك محرج، لانه كانك ما اديتش. وفي الحقيقه العطاء في العهد الجديد، بص تعالوا اخد معاكم على الاقل اربع مسميات للعطاء في العهد الجديد. اول مسمى عجبني قوي قوي، كورنثوس الثانيه 8:1-4، كورنثوس الثانيه 8:1-4 سماها نعمه العطاء. تعرفوا ان العطاء ده نعمه، احنا نعمة لما ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية. كانه عايز يقول حاجة رهيبة جدا، ان عطاء الناس دول اسمه نعمة ايه؟ العطاء. بصوا عدد 4 يقول حاجة تاني، يقول ايه بقى؟ ملتمسين منا بطلبة كثيرة ان نقبل النعمة. فاول حاجة سمى العطاء ده ايه؟ ربنا يزيدك ويزيدك نعمة. اقول امين، حد يقول للرب اديني النعمة دي، اسمها نعمة العطاء. بس سماها حاجة تاني، بصوا التعبير التاني، سماها شركة الخدمة التي للقديسين. العطاء اسمه شركة ايه؟ احنا الخدمة بالنسبة لنا اسبح زي اخويا ملاد، او اخدم على المنبر، او اكون قائد في اجتماع. جه الرب قال لا، في ناس شركاء في الخدمة، ولما تروح السماء تلاقيهم عندهم مكافآت لأنهم كانوا شركاء في الخدمة. فبولس بيسمى عطاء كنيسة مقدونية أنه نعمة، لكن بيسميه أيضا شركة الخدمة. بس طلع معايا فيليب 4:18، اسم جميل جدا، وانت بتحط العطاء للرب كده خليك فاكر الاسم ده. فيليب 4:18، أنا بحب التعبير ده جدا عن العطاء، يقول ايه؟ ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، وقد امتلأت إذ قبلت من أفروديتس الأشياء التي من عندكم. بص يقول عنها إيه؟ نسيم رائحة طيبة. هللويا. العطاء ربنا بيسميه إيه؟ بولس بيطلق عليه نسيم رائحة طيبة، ويسميه كمان ذبيحة مقبولة وكمان مرضية عند الله. بص وانت بتدي العطاء مش فقرة في الاجتماع. وانا اقول لك يعني ربنا ده يعني غني جدا جدا، مش مزنوق في اللي انا بديهوله، بس الرب عايز يمتعني بالنعمة دي وخليني شريك في الخدمة، لكن كمان رائحة سرور، رائحة سرور. وكمان سماها ذبائح، يقول كده ان هي ذبيحة مقبولة. تعبير الرابع انها ذبائح. طلعوا معايا كده عبرانيين 13:16، لما بولس ان اجزمنا انه كاتب العبرانيين وشرح كتير، بيقولوا بولس اللي كتبها. طب لما بولس اللي كتبها هي كرقم 14 في الرسائل، ليه ما حطش اسمه عليها؟ قال بولس كان يعني زي ما تقولوا ايه، يعني غير مقبول عند اليهود لانه ساب الديانة اليهودية ودخل للمسيحية. فلو كتب ان دي رسالة بولس ما كانوش هيبصوا لها، فدي كانت لليهود، فما حبش يحط اسمه لألا يعسرهم. فكتب وهو بيكتب يقول كده في عبرانيين 13:16، وهو بيعلمهم يقول لهم ايه؟ يقول لهم ولكن لا تنسوا فعل الخير.
والتوزيع، لأنه بيه بذبائح. ذبائح صحيح في العهد الجديد ما فيش حاجة اسمها ذبيحة. ونفسي أقول حاجة، بعد عمل المسيح الكامل على الصليب وسفك دم المسيح ما فيش حاجة اسمها ذبيحة دموية. يعني مثلا هاخد بيت اروح جاب خروف كده واروح دبحه واروح حاطط كده خمسات على البيت، ده افعال لا ترضي الرب، دي امور لا ترضي الرب. جاب عربيه جديده رحت ملطعها دم كده، ان ما حماكش دم المسيح مفيش حمايه بدم خروف تجيبه بألف جنيه ولا ألفين جنيه. الحمايه في شخص المسيح والكفايه في عمل المسيح وحده. عشان كده هنا ذبائح. هما ليه الذبائح؟ احنا تحولنا من الذبائح في العهد القديم الذبائح الدموية، تحولنا الى ذبائح اسمها ذبائح روحية. ايه الذبائح الروحية؟ يقول ذبيحة التسبيح. تعرفوا التسبيح ده ذبيحة؟ اي ثمر شفاء معترفة باسمه. ذبيحة التوزيع، ذبيحة العطاء، يقول لهم كده رائحة سرور وذبيحة مقبولة مرضية عند الله. دي اسمها ايه؟ ذبائح في العهد الجديد. وفي الحقيقة عايز اتكلم شوية عن العطاء في العهد الجديد او كيفية العطاء. وخليني هتكلم بجراءة شديدة جدا، لان التعليم ده مش للكنيسة هنا لكن لكل الناس. بس خليني اخد شوية حاجات عن العطاء في العهد الجديد. نمرة واحد، طلعوا معايا كده نمرة واحد في كورنثوس الثانية 8، يقول اول تعبير كده، وده في الحقيقة يعني من التعبيرات. كورنثوس الثانية 8 يقول كده انه في عدد 5، ده أول حاجة للعطاء، بس عشان ما نضحكش على بعض خليني يقول إيه. بولس بيقول إن هم ادونا النعمة دي، نعمة العطاء، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا لمين؟ للرب. فهنا أول حاجة في العطاء، العطاء يخص المؤمنين. اوعى حد يكون بيسمعني يقول انا نشكر الله بدفع بس لسه ما قبلتش المسيح، عطاك ما يودكش السماء. العطاء ده خاص بمين؟ وعلى فكرة لما تدرسوا العهد الجديد، الكنيسة الاولى كانت لا تقبل عطايا غير المؤمنين. احنا طبعا عشان فيها فلوس اي حد ممكن يقدم لنا تقدمة نقول له ربنا ايه؟ ربنا يباركك. بس الكنيسة الأولى، وده حصل مع بولس وحصل فيما بعد في سفر الأعمال. يعني مثلا لما جاب بولس وكاثرين وبطرس، يعني بطرس مثلا لما جاء الراجل سمون الساحر وراح قدم له فضة، وسمون كان بيستعمل السحر وكان عنده فلوس كتير، فجاب كيس فضة كده وقال له ممكن تدين العطية اللي عندك دي؟ راح بطرس رد عليه قال له ايه؟ يقول له كده لتكن فضتك معك. ولما رد على عليم الساحر قال له هب عطاياك لغيري، وكأنه عايز يقول له يعني أراك في مرارة المر ورباط الظلم، طبعا شرك هذا. فالكنيسة الأولى كانت لا تقبل العطاء من غير المؤمنين، وده الواجب اللي المفروض الكنيسة تعمله دلوقتي. الكنيسة لابد عليها أنه ليه كانوا بيعملوا كده؟ لأنه بعض الناس كانت متخيلة. طبعا بعد كده المستوى انحدر، لدرجة أن كانوا في وقت من الأوقات في العصور اللي سموها عصور الظلمة في تاريخ الكنيسة، أنه اللي عايز السماء يدفع، وعايز حتة على البحر ولا حتة على الإبلي، وهنديك الصق اللي لما يجي يسألوك في السماء هنقول انه ده احنا غفرنا له خطاياه وخدوه. فسموها صقوق ايه؟ الغفران. فالمستوى انحضر. لكن الكنيسة الاولى العطاء يخص المؤمنين، ولو لسه بعيد عن الرب عطاءك الرب يعوضك عنه هنا في الارض، لكن هذا العطاء ما يدخلنيش السماء. يبقى اول اتفاق في العهد الجديد ان العطاء لمين؟ ده خص المؤمنين. كم حد هنا سعيد انه ابن لله ويحب يكرم الله؟ اعظم عطية الرب ادهلنا هو شخص ربنا يسوع المسيح، اللي مكتوب عنه انار لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل. عشان كده هذا العطاء يخص المؤمنين. في واحد يفكر يقول لك ايه، انا وكلت مش عارف كم واحد غلبان،
انا الشتاء اللي فات اشتريت مش عارف كم بطانية، انا وزعت على العيد مش عارف كم كيلو لحم، كل ده جميل، بس اول حاجة الرب ساكن جوه القلب ولا لا؟ ده مهم جدا. يبقى نمرة واحد العطاء لمين؟ اتنين، هذا العطاء في الحقيقة لا يرتبط بالغنى. واحد يقول لك ايه، اه لو ربنا يكرمني زي فلان كنت عملت ايه؟ كنت اديت. عارف لو انا عندي فلوس كنت اديت. فبصوا معايا برضو في هذا الاصحاح في 8 يقول ايه، يقول عن الناس بتعود غلط يا دولة، يقول بتعود مقدونية، يقول عن ايه، ثم نعرفكم العدد الاول، ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية. بصوا يقول ايه، انه في اختبار ضيقة شديدة، كان عندهم ضيقة بعد عنكم بس ضيقة ايه شديدة، فاض وفور فرحهم. طب سؤال، هو المتضايق اللي في ضيقة ده بيعرف يفرح؟ هما كان عندهم ضيقة وكانوا بيفرحوا. بصوا ليه، وفقرهم العميق، كان فقر بس من النوع العميق، لغنى سخائهم. على فكرة لو ما تعلمتش أدي من القليل مش هعرف أدي لما يبقى عندي كتير. أحكي لكم حكاية، ليا صديق طبيب أعرفه من سنين طويلة، طبيب وطبيب مشهور، حكالي قال لي أنا لما بابا توفى، بابا انتقل في حادث، كنت أنا في تانية ابتدائي وأخويا الصغير ما كانش دخل المدرسة. قلت له قال بس ساب لنا ماما تقية جدا قديسة بتحب الرب. قال في الحقيقة احنا ما كانش عندنا فلوس ولا عندنا معاش ولا عندنا أرض، بس ماما في الحقيقة كانت بتحب الرب، فالجدي كان بيساعدنا مساعدة بسيطة لأنه كانت حياته بسيطة ومش غني. قال بس ماما كان عندها مكنة خياطة، كان أبويا جايبها لها من الصغيرة اللي بالإيد دي، تفصل بناطيل صغيرة وبجامات للولاد اللي معانا في الشارع يعني بحاجات قليلة قوي. قال وكان مربية فراخ كده، تاخد من البيض بتاع الفراخ تبيع. قال بس حاجة رهيبة، ماما رغم الحالة اللي كنا فيها كان تطلع 3 أعشار للرب. قال لدرجة انه مثلا احنا كنا نروح المدرسة بتاعتنا في اعدادي لحد اعدادي في القرية. قلت له قال بس بعد اعدادي كنا نروح ثانوي في المدينة، فكنا نروح الثانوي فكانت تبيع البيض ده عشان لو ما فيش فلوس من الخياطة عشان تديني انا جنيه اركب مواصلات ب50 قرش، ربع رايح وربع جاي، والربع النص الباقي ده كان يبقى مصروفي. فكانت تعلمه كده، تقول له بص يا حبيبي انت لابد انك تكرم الرب من الفلوس اللي انت بتاخدها. فكان يسألها يقول لها يا ماما طب يعني ادفع كام، تقول له هو 10 جنيه كام، يقول لها 10 قروش، يقول لها يا ماما ما انا بركب منه ب50 قرش فمش باقي معايا غير كام، 50، تقول له لا تدفع الكل. فقال علمتني ماما ان انا لما اخد الجنيه بتاعي ادفع منه 10 قروش. قال لما كنا نرجع مثلا من المدرسة جعانين وبعدين ألاقي بيض كده، هي تبقى بايعة الباقي عشان احنا نروح المدرسة، فأقول لها ماما ممكن تسلقنا أو تقللنا بيض من الموجود، تقول له لا دول القدس بتاع الرب. كل 10 بيضات كانوا تطلع منهم 3، فتقول له دول ما حدش يمد يده عليهم. لما كان يبقى فيه خدام في الاستراحة تروح مودياهم التلاجة أو تبيعهم وتحط فلوسهم في العطا. الرب يكرمها الأخت دي، وبعدين الكبير يطلع دكتور، ودكتور مشهور جدا وشاطر جدا، والولد الصغير رب أكرمه طلع مهندس رجل أعمال عنده شركة إنشاءات كبيرة. فقال إنه أنا تعلمت من ماما طول ما أنا في إعدادي وسنة وأي مصروف أحط منه العش. قال لما أول مرتب، قالت له أول مرتب ده بكورة للرب تحطه. قال أول ما تخرجت تعلمت من ماما أول ما تخرجت أطلع 3 أعشار، إنه الرب لما يبعت لي 1000 أطلع منها 300. قال بعد كده بديت الرب يفيض بخيره، فبقيت أنا وأخويا متفقين إن إحنا نطلع النص للرب. وراح قال واتفقت أنا وأخويا كمان إن عشر كامل يروح لماما. قال والعشر بتاعي أنا وأخويا ده حاجة كبيرة، دكتور مشهور مع مهندس صاحب شركة إنشاءات، فقال العشر ده 1000، فبنروح ندي لماما تتصرف فيه كيفما شاءت. قال وبعدين ماما بتطلع من العشر اللي بندولها دلوقتي 70%. قال والغريب
ان هي تمسك الاحفاد وتقول لهم عايزين تتباركوا، ادوا من ربنا من المصروف الصغير. لو ما علمتيش ابنك يدي من الخمسة جنيه والعشرة جنيه والخمسين جنيه، عمره لما ربنا يبعت له 10,000 جنيه ما هيطلع منهم 1,000. لو عملت ايه؟ عشان كده العطاء ده بيتغرس مش للغني، لكن ده تعليم يتعلم فبيبقى حاجة جوه القلب. فنمرة واحد العطاء للمؤمنين، لكن نمرة اتنين هو غير مرتبط بالغنى. على فكرة الست اللي ألقت الفلسين، لو طلعتوا معايا لوقا 21 تقريبا اللي لم تخن الذاكرة، الرب مدح الأرملة دي وبدأ يتكلم كده انه الأرملة دي في الحقيقة ما كانش عندها غير فلسين. فلسين دي حاجة صغيرة قوي ما تجيبش سندويتش. يقول تطلع فراء الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، وبعدين وراء أيضا أرملة وإيه كمان ومسكينة ألقت هناك فلسين. فلسين ده بلغتنا النهاردة حاجة فكة كده ممكن ما تبصلهاش في العطا. وبعدين يقول ايه؟ فقال بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة، فهي مسكينة وأيضا فقيرة، ألقت أكثر من الجميع. ليه يا رب بتقول كده؟ لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. إدت ربنا كم في المية؟ 100%. يبقى مين إدى أكتر؟ هللويا. كم حد يقول للرب ساعدنا أدي لك من القليل اللي معايا؟ أقول لك يا أخت، لما الرب يبعت لك مصروف البيت، عايز البيت يتبارك والولاد يتباركوا، اكرم الرب. عايز ولادك يتباركوا، علمهم يعني عطاء، دي سكة البركة. يبقى أول حاجة هي للمؤمنين، اتنين غير مرتبطة بالغنى، بس تلاتة. يلا طلعوا معايا أخبار الأيام الثاني 31 وعدد 12. في آية مهمة جدا جدا، ودي بس عايز أتك عليها سنة صغيرة. يقول إيه بقى في عدد 12؟ يقول إيه؟ وأتوا بالتقدمة، اقروا معايا من فضلكم، وكمان والعش والأقداس، بس حط خطين تحت اللي جايب إيه تاني. جابوا التقدمة وجابوا العشر والحاجات المقدسة للرب، بس حطوا تحتيها تعبير بإيه؟ كم حد يرفع ايده ويقول للرب أنا نفسي في كلمة بأمانة دي؟ أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ وبعدين بعديها بشوية يقول الأمين، الرجل الأمين كثير البركات. فهنا العشور هي للمؤمنين، اتنين غير مرتبطة بالغنى، رقم تلاتة بأمانة. أمانة وتجبر الكسور، يعني ما تبقاش ناشف في حسابات ربنا. يقول لك ايه يعني ده العشر بتاعها مثلا، يعني ايه العشر 117.5؟ لا معلش، تعال على نفسك شوية، يبقوا كام؟ يعني كل ما انت كنت امين في الحساب. وبعدين في حاجة اسمها جميع العشور، يعني واحد يشطر على ربنا يقول لك ايه انا في الحقيقة بدفع العشر بس على الاساسي، موظف الاساسي ده بيبقى ايه قليل، وجنبي ايه بقى الحوافز والحاجات التانية تبقى ايه، فبيقول لك انا الاساسي بتاعي انا بس ايه. طب انا اعرف حد صديق لي عن قرب، بامانة بامانة، لو حد راح يزوره خد له 3-4 كيلو فاكهة يحسب تمنهم في السوق ويقدم عشورهم للرب. لو واحد مسافر جاب له قمصين يتمنهم ويحط عشورهم للرب. اسمها ايه دي؟ بايه؟ بأمانة. هو أصل الحسابات مش بينك وبين حد في الكنيسة، لا بين الراعي ولا المسؤول عن الصندوق ولا الإخوة ولا الموضوع بينك وبين الرب. فخلي فيه ايه؟ أمانة. يقول أتوا بالعشر والأقداس بأمانة بأمانة. فالرب يدينا أمانة شديدة وإحنا بنقدم. بس حاجة كمان، تعالوا نروح متى 6، وإحنا بنقرأ في متى 6 كده، خلينا أقرأ معاكم. وهو بيحكي في الموعظة على الجبل حطوا 3 صد مهمين قوي، حط صلاة وحط صوم وحط حاجة اسمها صدقة. اسمهم 3 إيه دولة؟ 3 صد، كلهم يبدأوا بإيه؟ صاد، صلاة وصوم وصدقة. والتلاتة دول سيدك قال عنهم حاجة رهيبة جدا في الخفاء. بص يقول إيه؟ احتسب
احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. تاخد أجرك هنا. أنا بستغرب مثلا لو روح توزيع ويجيب كاميرا تصور، أو هو بيدعي الفقير وروح واخد معاه سيلف كده وروح حاطط على الفيس إن هو عمل إيه. ده مش تعليم المسيح. بصوا يقول ايه بقى، اقرا معايا كده، يقول خلينا نقرا الشاهد ده. يقول احترزوا 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 من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس، وبعدين فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات. وبعدين يكمل بعد كده وعدد اتنين يقول لنا حاجه خطيره جدا جدا، وهو بيقول اما متى صنعت الصدقه فلا تعرف، فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم استوفوا أجرهم. كملوا. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف إيدك دي، ما تعرفش إيدك دي فيها إيه. معقولة؟ معقولة؟ معقولة جدا. بص عدد أربعة يقول إيه بقى، لكي تكون صدقتكم في الخفاء، ومتى كانت الصدقة في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. يعني أنت تحط ده سر بينك وبين سيدك. في أشخاص بعد ما وصلوا السماء أسرهم واللي حواليهم اكتشفوا أن الناس دي بتعمل حاجات مهولة. طب ما قالوش ليه وهم عايشين؟ أصل دي وصية كتابية. فالعطاء دايما فين؟ في الخفاء. وده أمر مهم جدا جدا. يبقى نمرة واحد للمؤمنين أعطوا أنفسهم أولا للرب، الرب عايز قلبك قبل فلوسك. اتنين غير مرتبطة بالغنى. تلاتة بأمانة. أربعة في الخفاء. خمسة. خمسة دي العطاء في العهد الجديد يقول كده مجانا. طلعوا معايا الآية الجميلة دي، هو بيتكلم في متى 10:8 قال كده للتلاميذ كل اللي خدتوه مجاني تعملوا ايه. يقول كده انه انا هديكم عطايا، هديكم عطايا روحية واديكم عطايا زمنية واديكم. فكل ما اخذتم من الرب مجانا، مجانا اخذتم. يعني ايه مجانا اخذتم؟ مجانا اعطوا. يعني مثلا حد انا يقول لك ايه، يعني عندنا مثل صعيدي، واحنا عندنا شويه امثال صعيدي ربنا يفكنا منهم. يقول لك ايه، اللي ليه واجب يترد له ايه؟ اتنين. اللي ليه واجب يعني يقول لك يعني ده قدم له كتير. ليه؟ اصله صاحب واجب. طب واللي مش صاحب واجب؟ لدرجه ان عطانا بيه للرب ايه، واسمحوا لي يعني ما حدش يزعل منه وخدام الرب، يقول لك ايه، وبعدين حط ايده في جيبه وبعدين ما لقيش غير العشرين جنيه اللي معاه، وبعدين راح حاطط العشرين جنيه في العطا، وهو طالع من الكنيسه راح لقي 200 في الارض. يا عم بلاش التعليم ده. هو انت بتدي ربنا عشان داخل مع ربنا كده في ايه، هدي لك 20 بس لو ما بعتش ال 200 بيعطانا للرب، وانا بكرم الرب عيني مش على فرحه هو. يلا خلص بقى. ايه انا دفعت 1000 للكنيسة منتظرهم ترجعهم لكام؟ 10,000. ده مش عطاء، ده بورصة. ده ناس دخل ايه بورصة. لما تدي سيدك بتديله عن حب ولا مدياه منتظرة اللي هيرجع منه؟ عشان ده حاجة مهمة على فكرة. ده حاجة مهمة جدا. اتعلمنا تعليم يقول لك ايه، وقبل ما اروح، ايوه قبل ما تروح جالي تليفون بعد ما اديت وقال لي كذا كذا. حلوة الاختبارات دي، مشجعة. طب ولو ما بعتش؟ انت بتدي ربنا عن اللي فات ولا عن اللي جاي؟ العشر ده عن ايه؟ اللي ربنا ادهولك ولا اللي هيدهولك؟ ده اللي ادهولي، فانا مش بديله حاجه من عندي، ده انا بديله. ربنا بيديني مقدم وانا بعمل ايه. طب انا اقول لكم على ايه جميله في سفر التثنيه. واحد يقول لك ايه، ده انا بقى بشقه
وبتعب ويقول لعياله ايه؟ يعني انا بحب التعبيرات الصعيدي، واحد يقول لاولاده ايه؟ ده انتوا بتاكلوا في قتة محلولة، ده انا تعبت وشقيت وشربت المرار وكنت اصحى من الصبح بالليل وتعبت وكنت بشتغل لحد ما عملت اللي انتوا فيه ده. طب انا اقول لك على حاجة بقى، في 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 سفر التثنية يقول لي لئلا تقول في قلبك ان قوتي وقدرة يدي قد اصطنعت لي هذه الثروة. انا عملت الثروة دي وبنيت البيت ده بايه؟ يقول لك بدراعي. بل اذكر ان الرب الهك هو الذي اعطاك القوة. الصحة اللي عندك دي منحة من سيدك، الصحة دي مش بتاعتنا. اشكر الرب على الصحة. انا اعرف ناس تتمنى تتحرك زيك ويدفع كل اللي عنده. اعرف ناس كتير متألمة بتاخد ادوية بالافات الدولارات وبعشرات الالاف من الجنيهات وتعبانة ما بتقومش من مكانها، وانت بتتحرك ويقولك ايه؟ انا اديت ربنا. اديت له منين لما الكل ليه والكل من عنده؟ يبقى انت اديت له منين؟ في آية برضو دي من الاختراعات. ايه الاختراعات؟ يقولك ايه؟ المعطي المسرور يحب الرب، ويروح لازم حتة فيها كده، والرب لا يبات. على فكرة ما فيش آية في الكتاب المقدس بتقول ان الرب لا يبات مديون لأحد. دي من اختراعنا. هو مين من حضراتكم يقدر يدينه؟ اللي يقدر يدينه يرفع ايده. هو احنا ده احنا مديونين له بحياتنا، ومديونين له بعمرنا، ومديونين له بالثمن الغالي اللي اتدفع على الصليب، ومديونين له بأولادنا، ومديونين له بالصحة، ومديونين له بكل العطاء وكل الخير. عشان كده يجي يقول ايه؟ مفيش حاجة كده. لكن يقول انه الرب الجميل الرائع لا ينسى تعب المحبة. ساش واحد يتعب له كده ويعمل حاجة لأجله فهو مجانا. وانت بتحط العطا كده عينك على سيدك يفرح. اوعى تحط العطا في مره ما تحطوش. انا بقول اهو في الكنيسه وانا قاعد الكنيسه، العطا اللي هتحطه او الاشتراك اللي هتحطه او الشيء اللي هحطه عشان ربنا، هو بيكرم الذين يكرموه. اعرف عن سيدي انه يكرم الذين يكرموه والذين يحتقرون ويصغرون. بس لو هد الرب عشان هو يديني، لا ده موضوع خطير جدا. فمجانا. ولما تدي حد سواء تقدمة كده ما يبقاش عينك على مصلحة. زمان حصل معايا وانا استأذنت صاحب الاختبار ده لانه خصني شخصيا ان هقوله بدين ما اقول اسم. مرة كنت في خدمة برا القاهرة قبل ما اجي الشرابية خالص، وبعدين انا كنت رايح الخدمة دي هركب القطر وانزل في محطة ما، وبعدين في اخ مستنيني واول مرة اروح، وانا بصلي في القطر وقت كده ففتح كتابه بصلي، وبعدين وانا بصلي كده في حاجة انا شفتها جوايا كده. ايه؟ انه الاخ ده انا ما كنتش قابلته قبل كده، كلمته في التليفون بس وكنتش قابلنا ولا مرة. انه الاخ ده بيفتح الطابلو بتاع العربية وروح مطلع ظرف ابيض كده ودهولي، وبعدين الرب قال لي وانا في القطر ما تاخدش منه. فأنا قلت للرب إيه؟ حاضر. وكانت المفاجأة إن أنزل من هنا واركب معاه ورحب بيا وعربية فخمة كده، وبعدين راح فاتح الطابلو كده ولسه ما تعرفناش ولسه ما بدناش الخدمة، وراح مطلع الظرف الأبيض اللي شفته بالظبط وراح مدهولي. قلت له في الحقيقة الرب قال لي إن أنا ما أخدش منك. فاتخض كده. قال لي ليه؟ قلت له عشان الرب قال لي إنك عايز تشتريني بالظرف ده. فراح اتخض كده. احنا اصحاب دلوقتي جامد جدا. بس مرات كتير واحد يدي خادم بتديله ليه؟ بدي حد غلبان ليه؟ عشان ابين له ان انا لا، اللي تديه اديه للرب، ولو مش هتديه للرب ما تقدموش. ما ترتكبش خطايا بعطائك، ما ترتكبيش خطأ. عشان كده حلو ان احنا نبارك خدام الرب، ونبارك المحتاجين، ونبارك بيت الرب. دي ذبايح للرب لكن مجانا. بس في حاجة تاني جميلة يقول عنها ايه؟ تعالوا نروح رومية 12:8. يقول ايه بقى؟ يقول انه العطاء، يقول كده دي موهبة من مواهب الروح القدس. في المواهب في رومية 12 تكلم عن سبع مواهب. خلينا ناخد من عدد 4 معاكم. يقول ايه؟ يقول خليه يقول كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيره ولكن جميع الاعضاء ليس لها عمل واحد. وبعدين يقول ايه بقى؟ يقول هكذا نحن الكثيرين جسد واحد
في المسيح وأعضاءه بعضنا لبعض كل واحد للآخر. يقول ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاه لنا، أن بوة فبالنسبة للإيمان، ده أول واحدة، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الوعظ ففي الوعظ، ورحط المعطي فبالسخاء. واحد يقول لي طب لما عم العطاء ده موهبة من مواهب الروح القدس، أنا الرب ما ادانيش الموهبة دي. لا، العب جرها. ليه؟ ده حاجة بيسموها العطاء فوق الطبيعي. أحكي لكم حكاية كده، صحصحوا معايا. كان في ولد زمان، ولد ده كان اسمه صامويل، دي قصته في التاريخ. صامويل ده كان بيحب الرب جدا، وبابا مات وهو في إعدادي، فصامويل اضطر ان هو يسيب المدرسة ويطلع يروح يشتغل في مصنع منظفات عشان يقدر يساعد أمه وأخواته الصغيرين. وبعدين كان بيركب مع مراكب مؤمن، كلم صامويل، فصامويل اتعرف على الرب. وبعدين لما اتعرف على الرب كان يركب يعدي قنال كده، بدل ما يلف لفة كبيرة بيعدي بمركب قنال كده. وبعدين صامويل وهو كان امين جدا بعد ما جه للرب، وبعدين بدأ ياخد رأي عمه المراكب ده اللي بيعدي معاه في المركب ده. قال له انا نفسي اعمل حاجة. ايه؟ قال له انا اتعلمت ازاي اعمل صابون كويس واتقنت الحرفة دي، فعندنا اوض كتير في البيت، فاخد اوضة كده منهم واعمل صابون، ابيع الصابون ده للمحلات اللي حوالينا، وبعدين يعني اكمل تعليمي ومنها اصرف على ماما واخواتي. فقال له يا صامويل اقول لك على حاجتين مهمين قوي قوي تاخد بالك منهم جدا. حاجة الاولى، كن امينا في مقاديرك، ما تغشش، خليك امين في مهنتك، خليك امين في اللي بتعمله. الحاجة التانية يا صامويل، كن امينا في عشورك. فصامويل سمع ده فكان امين في المقادير، فالصابون بتاعه ليه شهرة كبيرة جدا وكانت المحلات تطلب كتير، فاضطر بعد شوية يفتح حاجة، مصنع صغير وبعدين مصنع كبير وبعدين اكبر، وبعدين بقي ماركة عالمية في كل العالم. صامويل لما بدأ كان يقول للرب ايه؟ امين في عشوره. لما الرب اكرمه قال له في الحقيقة قليل العشر، اتنين وبعدين تلاتة وبعدين اربعة. قصة دي وكبر صامويل كده وبقي صاحب أكبر علامة تجارية. هذا الولد كان اسمه صامويل كولجيت، عارفين كولجيت بتاع الأسنان ده؟ دي بداية صامويل كولجيت. وصامويل جه في وقت من الأوقات قال للرب أنت تاخد التسعة عشر دول وأنا عشر يكفيني ويفيض، لأنه ملايين ملايين. فكان أمين جدا جدا مع ربنا، فده اسمه عطاء فوق الطبيعي. بس يجي يقول لما تيجي تدي المعطفة بإيه؟ سخاء، مش بشح. من يزرع بالشح ففي الشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا بس كمان في حاجة، كورنثوس الأولى 16 من 1 ل 4، في حاجة مهمة كمان، أخد حاجتين في السريع كده وبعدين ناخد وقت صلاة. يقول كده، يقول أما من جهة الجمع، ده بولس اتكلم عن الجمع، لصح ده بتاع الجمع زي يجمعه للكنيسة. أما من جهة الجمع لأجل القديسين كما أوصيت كنائس غلاطيا هكذا فعلوا أنتم أيضا. في أول كل أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خزنا ما تيسر. فهي بانتظام، بولس بيقول لهم كل اسبوع كل اسبوع. الرب زمان كانوا حرف وكانوا تجار، فاللي كان ربنا يحاسب نفسه اسبوع باسبوع، دلوقتي شهر مثلا فيحاسب او موسم، فكان يجي اول كل اسبوع بعطائه. فهو بانتظام، بانتظام يقول ما تيسر اللي ربنا ادهولك اللي عندك. فاول كل اسبوع كانوا يجيبوا عطاياهم لبيت الرب، فده تعليم رهيب جدا جدا. وهو بيقول انه يعني العطايا دي تتجمع وزي ما ترسلوها لكنيسة اورشليم، بس كان زي ما احنا بنصر ان مائدة الرب ناخدها مثلا اول كل شهر. هنا كان يقول لهم ان العطاء كان المائدة وقتها اول الاسبوع، والعطاء ايضا أول أسبوع، فهي مرتبطة بانتظام. بس حاجة جميلة لو اتكلمت في نقطة تاني، في كورنثوس الأولى 13 يعني وعدد 3 هو بيتكلم عن المحبة. يقول إيه بقى؟ يقول كده، يقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، خليني من عدد 1 كده وبعدين، ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن وصنجا يرن. وبعدين يقول إيه؟ وإن كانت لي نبوة
وأعلم جميع الأسرار وكل علم. وبعدين يقول إيه؟ وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. يعني موضوع كبير قوي. ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. عدد ثلاثة. وأنا أطعمت كل أموالي. يعني كل اللي عندي طلعته بالمليم وديته للفقراء والمساكين والمحتاجين. وإن سلمت جسدي حتى أحترق آخر لحد آخر ما عندي. ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع. العطاء لابد أن يكمن وراءه حب عميق. والعطاء اللي مالوش حب ما بيبقاش عطاء وملوش فايدة. فأنت بتدي تدي بإيه بقى؟ بحب. بس كمان نفسي أقول حاجة من الحاجات الجميلة إنه 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 بالسرور. المعطي زي ما قرينا كده المعطي ده في كورنثوس الثانية 9 المعطي المسرور مش بتكشيرة. كنا أنا وعم كامل والأخ حلمي والأسيس يونسان ومجموعة كبيرة ورحنا مؤتمر في جنوب أفريقيا. كنا نتفرج لما كان يجدوا العطاء ترنيمة وشعب الرب وهم بيرنموا الفريق بس لوحده قد اللي بيحضروا كده في الكنيسة. فريق كبير جدا. بعدين هم طالعين يحطوا مش اطباق كده الاجتماع فيه بتاع 10,000 واحد. وبعدين كانوا يحطوا برميل خشب كده من قدام والناس طالعة فرح وهي بتهتف حطوا عطائهم وهم بيهتفوا فرحانين. واحنا بندي الرب نديله بايه؟ مش الابتسامة بتاع الوش بس. بس وانت بتدي الرب خليك فرحان من جوه. بس كمان اخر حاجة بقى انه لاجل الرب. عطاء في العهد الجديد لاجل الرب. الايه الجميله كولوسي 3:17 عشان الايه دي بحبها قوي قوي. يقول ايه بقى؟ يقول كده عدد 17 كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب به. وكانه عايز يقول ايه؟ لما تعمل حاجه اعملها لاجل مين؟ لاجل الرب. لما ادي بدي لاجل مين؟ لاجل الرب. ولما اعبد بعبد لاجل الرب. العطاء في العهد الجديد. زمان كان يحط العشور والتقدمات والنوافل والنذور بس في العهد الجديد اعطوا انفسهم اولا للرب فكلنا بقينا للرب. هل ينفع ان انا ادي حد من عشوري مثلا غلبان؟ ينفع. بس خد صوت من الرب. العشور مكانها بيت الرب. التقدمات ينفع ان انا طب لو ما عنديش غير عشر وعندي صوت واضح من الرب اروح اوصلها له واقول له دي فلوس الرب مش بتاعتي وانا بستجي بوصل ليك الحته دي فلوس الرب. لو وصلتها ان هي شخصيه بقت عطيه شخصيه منك او تقدمه. وانا نفسي اقول القريبين مننا لما بنهتم بيهم ده مش عطاء. ما تلزقش. يعني واحد يجي يقول لك ايه انا باخد 1,000 جنيه يعني ما فيش الرقم ده دلوقتي ما يعملش حاجه بس انا ال 100 جنيه بديها لبابا. بابا ملزق. اذا كان الاشرار بيعملوا كده واكتر فكان بالحري مين؟ المؤمنين اولاد الرب. فما تاخدش حق الرب وتعمل بيه حاجه انت مطالب بيها وتلزقها في مين؟ في الرب. عشان كده لما تدي الرب ادي الرب بحب. كل نهضة في العهد القديم والعهد الجديد كان فيها نهضة عطاء. ونهضة العطاء بتجيب نهضة بركة. والعطاء مش بس مرتبط فلوس وجمع. العطاء مرتبط بحب. حب للرب. أنا بصلي النضوج في العطاء. هنتكلم عن النضوج في حاجات كتير. بس أنا الحد اللي فات والنهاردة بتكلم عن العطاء لأنه في الحقيقة تعليم بينقل الحياة. تعليم جميل. عايز ربنا يباركك يباركك. يقول كده في ملاخي بركة لا توسع لا توسع. بصوا يعني هقرا معاكم آية واخويا ميلاد يكون بيجهز. بصوا معايا في سفر حجي الإصحاح الأول وفي حج هنا حقيقة بيقول حاجة خطيرة جدا جدا وبيتكلم معاهم في عدد 2 يقول لهم كده هكذا قال رب يعني قال رب الجنود قائلا هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. وراح الرب قال لهم فكانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوت المغشاة وهذا البيت خراب. وبعدين يكلمهم يقول إيه
ولان هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على ايه؟ طرقكم. وبعدين يقول ايه؟ زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس للشبع، تشربون ولا ترتوون، تكتسون ولا تدفئون، والآخذ أجرة، يأخذ أجرة إلى كيس منقوب. يعني ايه منقوب؟ فتح له 100 بير تحت. عايز صيدك يحط ايده على اولادك ويتباركوا، علمهم وهم رايحين لبيت الرب، وتعلمهم التعليم ده، حبيبي الحاجة دي بتاعة الرب. وانت بتدي البنت المصروف قولها بص يا ماما طلع عشر للرب عشان تبقى ناجحة وتبقى متباركة، بص يا حبيبي اعمل ده لأجل الرب بحب. ونعلم ولادنا التعليم ده. انا خلصت طبعا، في تعليم كتير عن العطاء في العهد الجديد، بس خلصت. بس ده قرار. النيات جميلة لا تصنع تغييرا، ولكن التغيير يبدأ بالقرارات. في ناس هم في محضر الرب، انا اعرف حد من الكنيسة هنا وقور، قال للرب انا هشاركك على كل اللي عندي. واعرف اخ ما حدش يعرف عنه حاجة، بس اتفق في وقت من الأوقات انه يدي ربنا هنا في الكنيسة 55% من دخله. ونعرف ناس ومتبارك جدا جدا فوق ما تتخيله. واعرف ناس بيعرفوا يكرموا الرب. بس انا نفسي اقول النهاردة، ان حبيت تكرم الرب تدي ازاي؟ خد صوت من الرب. تدي مين؟ خد صوت من الرب. انا شخصيا بعلم التعليم ده، مش محتاج حاجة من حد، بس محتاج ان انا اتعلمه وانكم تتباركوا. كم حد يقول معايا امين؟ طب غمض عينك وغمض عينك، تعالوا نيجي في محضر الرب كده وقول للرب الوقت ده يا رب علمني ازاي احبك، ازاي اكون امين. وقبل كل ده عايز اقول لك حاجة، لو بتسمعنا او بتسمعينا لو ما اديتش قلبك للرب، لا هي عشور ولا تقدمات اللي هتديه لربنا هيكافئك عنه بركات ارضية هنا، بس السماء بدم المسيح، السماء بعمل المسيح الكامل، فأعطوا أنفسهم أولا للرب. لو ما اديتيش قلبك وما اديتش قلبك للرب ولا حاجة تنفع. فأول حاجة، كم حد يشكر الرب لأنه ابن لله؟ كم حد يشكر الرب لأجل عمل المسيح الكامل في قلبه؟ كم حد يقول له بشكرك لأجل ما صنعت معي؟ اديتني نفسك، اديتني نفسك على الصليب، فمفيش حاجة تغلى عليك، مفيش حاجة تغلى عليك، الكل يا رب ليك، الكل ليك. أكرمتنا أكرمتنا أكرمتنا، يلا أشكر الرب على عطاياه. إن كان الرب أكرمك بعطايا كده، إدالك وإدالك وإداكي وإداكي، قل ربنا أنا بشكرك، بشكرك لأجل كل خير مصدره شخصك، بباركك بباركك. علمني الأيام اللي جاية حبائي، الإيدين المفتوحة لا تحتاج أبدا لأن الرب مليها، والرب لا يقدر أن يبارك الإيدين المغلقة. عشان كده كان حد يقوله ادينا بارك اللي حواليا، ودينا بارك الكنيسة اللي أنا منضم ليها. أي حد بيسمعنا في أي حتة في العالم، قول للرب أكون بركة لكنيستي، بركة لكل المحتاجين من القديسين حوالينا، بركة لعملك، اديني أكون بركة لأولادي، أعلمهم وأغرس فيهم العطاء. خلونا نصلي أحبائي. لولا الصليب من أنا يا سيدي، نعم نعم، لولاك يا فدي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في ظلمتي، وكان قلبي غارقا تحت الدين. افتح يدك للسماء وقول يا رب، فأنا لك Yeah.
لك من يحبني لفؤاده الحنون. ليس مثلك من يحبني لفؤاده الحنون. أكون في الدنيا سرابا ينتهي لو كنت قد حرمت من أمجادك. مولاي أشكرك في هذا الذي قد ضمني واختارني. قول يا رب، قول يا رب عين أنا. أعيد للسماء وقول له أنا وكل مالي لك يا رب، أنا وبيتي ليك يا رب. اللي ادى نفسه أولا للرب مفيش حاجة تاني تغلى عليه، مفيش حاجة تاني تغلى عليه. هو صاحب الإكرام، صاحب الإكرام. قول له بباركك، بباركك لأجل كل خير في حياتي. عندك حاجة تشكر الرب عليها في هذا الصباح؟ قول الرب بشكرك لأجل أولادي، بشكرك لأجل بيتي، بشكرك لأجل شريك الحياة، بشكرك لأجل العطايا، بشكرك لأجل الصحة، بشكرك إن أنا ابن ليك، بشكرك لأجل حضورك في وسطينا، بشكرك لأجل عملك في حياتي. يلا مين يقول له اديني أشكرك على كل البركات اللي في حياتي. اديني أشكرك، اديني أشكرك، اديني أتمتع بحضورك الوقت اللي جاي في اسم يسوع. انت اللي فادتني في همومي وعزتني، انت اللي فادتني في همومي وعزتني. اقف معايا، تعالوا نقف واحنا في محضر. لمسه واحده شفيتني ونظره نظرة سرت. قول عشان كده، قول وحدك يا رب. وحدك يا يسوع وليس سواك. أحبك يا يسوع ولا حد شواك، ولا حد شواك. دي نعمة هنية، دي نعمة، دي نعمة. Yeah.
يتغنى مبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب القديم اسمك يتغنى مبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد قدوس 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 رب الصباوت نهدي لك احترامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في سماء ولا تاني نأتي لك نهدي لك احترامنا ونطرح كليلنا أمام عرشك في سماك ما أبهاك ما أبهاك ما أرعاك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان ما أبهاك ما أبهاك هللويا مجد وإكرام للسيد كم حد بيحبه كم حد يقول له أنا بحبك يا رب بيحبني شاور على نفسك وقول بيحبني بيحبني مش لأن أنا حبيته هو اللي بدأ بالحب وأنا لبيته تعالوا رنم الترنيمة دي رنمة وانت شاعر بمحبة الرب ليك قول له دي محبتي تكون صدى لحبك الأيام اللي جاية بيحبني مش لأن أنا حبيته بيحبني مش لأن أنا حبيته هو اللي بدأ بالحب قبل ما جي يسوع بدأ هو اللي بدأ بالحب قبل ما جي ولأني خاطي وعبد رفضت وعديته وللجحيم أنا ماشي وعمر ما بديته ولأني خاطي وعبد رفضت وعديته وللجحيم أنا ماشي وعمر ما بديته حوطني بالحب وأشرب قلب النور خبط على بابي فتحت وملادي وطني بالحب وأشرب قلب النور خبط على بابي فتحت لملاني السرور هو اللي بدا بالحب قبل ما جيت بيحبني مش لأن أنا حبيته
حقيقي باللي دعاني وانا لبيته وقال لي انت ابن الغالي اللي حميته يا بهجتي باللي دعاني وانا لبيته وقال لي انت ابن الغالي اللي حميته بالارض هدايا وفي السماء انا عندي ميراث وكل مالية صار ملك من ترمي خلاص أرض هدايا وفي السماء أنا عندي ميراث وكل ما ليا صار ملك من تبني خلاص هو اللي بنى بالحب دي قبل ما جيته بيحبني مش لأن أنا حبيته بيحبني مش لأن أنا حبيته هو اللي بنى بالحب دي قبل ما جيته من كل القلب هللويا هللويا مستحق تفضلوا ارتاحوا